جامي خدمت في ورشة خياطة. دخلت المجال مع باليش منين نبداه ومنين نخرج. من الحاجة الوحيدة اللي تفرحني كي نروح للوبيتال ونلقى حاجة تاعي. مرحبا، واضح رقية بوجلال، مهندسة معمارية صاحبة مشروع للإنجاز الصناعي للملابس والبياضة وصناعة شبه صيدلانية. فتحت مكتب دراسات تاعي في سنة 2020، في بداية سنة 2020، ولكن كان الكوفيد وتحتمت علينا أنا كنت ندخلوا الحجر إتو. فكانت البداية أن بدينا نخدموا لي بابات ونوزعوهم أنا في دارنا. لا، بالنسبة لي هي الهندسة هما مجالين متقاربين بزاف. خلا دونك بابا تجي خصا، يعني كل واحد ومجال تاعو فيه الابداع وفيه الفن تاعو، لكن الحاجه الوحيده اللي نقدر نقولها هي الهندسه اللي خلاتني ننجح في الخياطه. هي بكل صراحه انا ما سمحتش في الهندسه نهائيا، لانه المعاناه اللي فوتها كامله في الهندسه خلاتني ما فوتش معاناه اخرى في مجال الخياطه، في مجال الانتاج الصناعي. وبالتالي الهندسة من كان هي أحسن قرار ديته في حياتي أني قريت الهندسة المعمارية، لأنه أعطتنا مجال واسع بزاف في الحياة اللي تخلينا أي مجال ندخلوه نلقاو روحنا فيه. كانت مجرد فكرة أن نخدموا لي بابات ونوزعوه من الناس كانت محتاجة، وكانت خايفة بزاف هذاك البريود في ديبيو تاع الكورونا في الجائحة. كانت في الويديتي، يعني جونغ ما كانش انقطاع بين الإعانات وبين الدخول في المجال التجاري. كانت انتقادات بزاف، كانت هضره زايده بزاف. هي المواجهه للانتقادات والسخريه انا ما واجهتهاش مع الاول، بانه كنت مضغوطه يعني، وكنت وصلت مرحله ما خرجت من الدار 3 شهور ما خرجتش من الدار. من بعد صاي خلاص يعني هضروا ولا شنو فيش، كنا نخدموا سانزاري. مي كيما خلاصت الجائحه انا هزيت ونشوف لي كومونتير تاع الناس ونشوف هضره الناس. ما كانت فريمون اصعب حاجه فات في حياتي هضره تاع الناس، تنمر تاع الناس. ننصح اي انسان حب يبدا مشروع في اي مجال، في اي خاصه في مجال الانتاج، انه يروح يهز ليكسبيريونس، مام يروح يخدم. انا بوغ موا لو كان رحت خدمت 6 موا ولا 7 موا مام غاتبي، ولا نزيد للعباد الدراهم نقول لها ربي عيشك خدميني ونزيد نسلكك، مين هز ليكسبيريونس. بس حاجه واحده اخرى الاستمراريه، باسكو انايا صراو لي ضربات لي الناس كامل يقولوا لي رساي رقيه ديكلاري لا فايت خسرتي. مي نو، الاستمراريه دائما. اليوم طحتي غدوه تطلعي، اليوم طحتي غدوه اكيد تطلعي. شكرا واضح، ميرسي بوكو على اللي جيتو، مرحبا بكم عندنا في خنشلة.